منذ عام 2009 أصبحت المهمة الرئيسية للبسيج هي مواجهة أي حراك اجتماعي أو سياسي في الداخل الإيراني. هذا التوجه ظهر بعد نتائج انتخابات 2009 الشهيرة التي فاز فيها أحمد نجاد بدورة أخرى على حساب الإصلاحيين. آنذاك وجه الخامنئي بسحب جميع قوات الأمن من الشوارع في طهران والمدن الكبرى إلى الخارج وإدخال البسيج كقوة أمن ضاربة لقمع وإنهاء أي يعني مجال للمظاهرات في الداخل، وقد نجح بالفعل بقوة السلاح من قتل وضرب، ورأينا الصور كثيرة لمطاردة المتظاهرين في الشوارع وإطلاق النار عليهم. أيضا من مهام الحرس القوات البسيج وهي تابعة للحرس الثوري محاولة البطش بقوة السلاح وقمع أي سياسي يحاول الخروج عن المسار الرئيسي لخامنئي الذي يرسمه سواء في ولاية الفقيه أو من خلال الحكومة الرئيسية. أيضا هناك نقطة أخرى وهي محاولة البسيج الظهور بمظهر القوي الذي لديه قوة كبيرة جدا في الداخل الإيراني لإرهاب المجتمع. لذلك نجد أن تصريحات نقدي على سبيل المثال وهو قائد البسيج يقولنا لدينا 10 ملايين عنصر من البسيج، أيضا نجده أحيانا يتحدث عن 3 ملايين عنصر. هذا التناغم أو هذا التباين في الأرقام يؤكد على أن البسيج ومن ورائه خامنئي يحاول أن يرهب المجتمع لكي لا يتحرك إطلاقا في ضد النظام أو ضد سياسة الحكومة الإيرانية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والباحث السياسي الأحوازي الأستاذ يوسف عزيزي. أهلا بك يا أستاذ يوسف. أهلا بكم وبمشاهدي تلفزيونكم الواقر. أهلا أهلا بك. ما هو الدور الذي يقوم به قوات البسيج في الداخل الإيراني، وما هي الأهداف الرئيسية لتأسيس هذه القوة؟ الأهداف الرئيسية في حين تدشين مؤسسة البسيج في عام 1980 هو كان أولا لغمع القوى المعارضة آنذاك من قوى يسارية وديمقراطية ووطنية والقوى التابعة للقوميات غير الفارسية. يعني هذا هدف الخميني، وأيضا من أجل لما يعني حدثت الحرب العراقية الإيرانية من أجل الحرب ومساعدة الحرس الثوري والقوى العسكرية في الحرب ضد العراق والتوسع في الدول المجاورة. هذا كان الهدف الأول الابتدائي. لكن في عهد خامنئي تحول البسيج إلى حزب خاص لخامنئي، يعني حزب مسلح ومؤدلج يستخدمه علي خامنئي من أجل غمع خصومه من كافة الأنواع، إصلاحيين وحركة خضراء ونشطاء القوميات غير الفارسية واليسار والقوى الديمقراطية والقوى الوطنية، كلها يعتبرها خامنئي أعداء له، ويستخدم حزبه المسلح هذا من أجل غمعها والقضاء عليها. فلهذا لكن لماذا تغير هذا الوضع من يعني وضع البسيج من قوة يعني ذات أهداف التي ذكرناها إلى حزب خاص لخامنئي؟ فخامنئي كانت له يعني كاريزما خاصة بين الإيرانيين، فلهذا كان لم تكن لديه أي مشكلة في تجييش هذه الجماهير البسيطة، لأنه الثورة كانت لسه ملتهبة ومشتعلة والناس لا يزال كانوا يعلقون آمال بالثورة. لكن خلال الأعوام
الحرام لما يعني خابت آمال الجماهير والشعوب الإيرانية من النظام الإيراني ما يسمى بالنظام الإسلامي، وأيضا يعني لا يملك خامنئي نفس الكاريزما التي كان يملكها خميني، فلهذا أخذ يعني يتكي ويثق أكثر فأكثر بقوى البسيج بحزبه السياسي يعني والعسكري. يعني هذا السيد يوسف أنه لا يثق كثيرا بقوات الأمن أيضا الحرس الثوري الذي يضم البسيج. هل يعني هذا أن خامنئي لا يثق كثيرا بقوات الأمن؟ لا، القوات الأمن لا يثق بها خاصة نعم، خاصة عندما يكون رئيس الجمهورية من المعتدلين أو الإصلاحيين فيفقد أمل يعني ثقته خامنئي بوزارة الاستخبارات وقوات الأمن، فيركز على الأمن الموازي أو الاستخبارات الموازية لوزارة الاستخبارات وهي الاستخبارات التابعة للحرس الثوري والتي يعني تستخدم عناصر البسيج كقوات جواسيس ومخبرين ضد الناس يعني في الأحياء الشعبية في الدوائر الحكومية في الوزارات في الشركات الحكومية في الجامعات في المدارس، يعني كل هؤلاء متغلغلين هناك للتجسس على الناس، ويعني هكذا يعني تعمل عناصر البسيج التي التابعة لقوات البسيج. وأذكر أن كل ما يدخل البسيج ليس معناه أنه معتقد بمبادئ البسيج ومعتقد بمبدأ ولاية الفقيه، العديد من الناس يعني عديد من التلاميذ المدارس والموظفين وحتى بعض أساتذة الجامعات والطلاب يدخلون البسيج لأنهم لا مستقبل لهم بدون تأييد البسيج في المستقبل، يعني من أجل التوظيف في الوزارات أو الشركات أو أي شغلة حكومية أو حتى شبه حكومية لا يتم توظيفهم إلا لن يتم توظيفهم إلا بأن تكون عنده سابقة في البسيج. فأنا أعرف الناس يعني العديد من الناس والتلاميذ والموظفين الذين لا يعتقدون أساسا بمبدأ ولاية الفقيه، لكن يعني يدخلون هذه المؤسسة الإجرامية لكن لا يقومون، يعني بعضهم حتى يتجنب بعض الأعمال في البسيج، فلهذا يعني أصبحت وسيلة تبرير أو للتوظيف في المستقبل أيضا. نعم، دعنا نتحدث عن محور آخر أستاذ يوسف، وهو قضية دور البسيج في إرسال المقاتلين إلى العراق وسوريا. نعلم أنه قبل عام تقريبا في إحدى الحسينيات في طهران دعت الشباب الإيرانيين إلى القدوم إلى هذه الحسينية لتسجيل أسمائهم لمن يرغب الذهاب إلى سوريا، وأيضا وضعوا موقع الإنترنت وهناك فورم يعبى ثم يرسل إلى البسيج. ما هو الدور الذي قام به البسيج في قضية إرسال هؤلاء المقاتلين إلى سوريا وإلى العراق؟ قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع دعني أشير إلى موضوع دور البسيج وحتى بعض المجموعات التابعة بالبسيج لكن بأسماء مختلفة، يعني قامت باغتيالات يعني منذ عهد رفسنجاني وخاتمي وحتى أحمد نجاد وحتى الآن يعني باغتيالات الصحفيين والكتاب والسياسيين البارزين، حتى مثلا حجاريان الشخص الذي يعني قام باغتياله أو خطط وضربه بالمسدس هو كان تابع لمجموعة يعني مستترة، مجموعة تحت اسم آخر لكن تابعة بالنهاية، يعني البسيج ينسق مع مجموعات أخرى للقيام بهذه
هذه الأعمال الإجرامية في الداخل ضد المعارضة وفي الخارج أيضا ضد الأهداف التي يعني يختارها ينتقيها. وأما في عن دور البسيج، لا شك البسيج يعني في كل الأحوال وفي كل المناسبات يعني بأمر من خامنئي لما يصدر أوامره إلى قائد البسيج بأن يقوم لتنفيذ الأهداف التي يرسمها له بيت الخامنئي وعلى رأس علي الخامنئي. فيعني هؤلاء لهم دور خاص، خاصة القوى البسيجية المخلصة وليس التي تتستر باسم البسيج، هذه يعني تسجل الناس الذين يتطوعون للقتال في العراق وفي سوريا في مدن في العاصمة والمدن الأخرى المختلفة وخاصة المدن الدينية، وفي تركيز على المدن في عربستان خاصة العناصر البسيج اللي تعرف العربية. فهؤلاء يعني يعطونهم أموال باهظة ويعني رواتب باهظة للقيام بالتدخل السافر والتوسعي في مدن في بلدان العربية وخاصة سوريا والعراق. نعم، واضحة الصورة هذه أستاذ يوسف، لكن أريد أن أسألك عن، نعلم أن الحرس الثوري متورط كثيرا في قضية الفساد المالي والاقتصادي في إيران، ماذا عن البسيج؟ هل هو على نفس المسار للحرس الثوري خاصة أنه فرع من الحرس الثوري، أو أن له مسار آخر وغير متورط في هذه الأعمال؟ قادة البسيج هم تابعين للحرس الثوري، وأصبحوا كالحرس الثوري كقادة الحرس الثوري منذ تقريبا منذ عهد رفسنجاني لما سمح لهم بالدخول إلى النشاطات الاقتصادية، وأصابه الندم قبل يعني أشهر، يعني أصابه الندم من هذه الفعلة رفسنجاني. هؤلاء دخلوا بالتدريج في الأنشطة الاقتصادية وأصبحوا من قطط السمان في إيران، والآن البسيج والحرس الثوري يسيطر سياسيا واقتصاديا، إذا لم نقل بشكل مطلق لكن بشكل غالب على الاقتصاد والسياسة في إيران. يعني مفاتيح السياسة ومفاتيح الاقتصاد بيد هؤلاء. هناك 812 شركة مسجلة تابعة للحرس بما فيها البسيج، لديها 7650 عقد اقتصادي مع الحكومة تشمل قطاعات مختلفة مثل النفط والصناعة وصناعة السيارات والزراعة وما شابه ذلك. يعني هؤلاء القادة، قادة البسيج الذين هم يعني في بطن الحرس، مؤسسة الحرس الثوري، هم ينافسون الشركات الخاصة، والشركات الخاصة لا تستطيع أن تنافس هذا الغول التي يعني الآن كالأخطبوط يسيطر على الاقتصاد الإيراني واستغل العقوبات الاقتصادية لصالحه. أول ما كشف عن ذلك هو كروبي يعني في 2005، وقال هناك يعني مناطق لا تتبع للجمارك الإيرانية وهي بيد البسيج والحرس الثوري. وحتى أحمدي نجاد الذين هم جابوه على السلطة وأصبح رئيسا بسبب مساندة الحرس والبسيج، أيضا في إحدى تصريحاته لما اختلف مع خامنئي ومع الحرس قالها بالحرف الواضح بالحرف الواحد، برادران غاتشاخشي، أي الأخوة المهربون. وصف قادة البسيج وقادة الحرس الثوري، فيلعب دور. وأيضا الأهم من ذلك المشاريع الذي ينفذها بعضها يعني مدمر للبيئة، مثل سد غوتواند في إقليم عربستان القريب للأهواز. هذا السد يعني الآن تبين أن السد يعني في أطرافه كلها معادن ملح،
وهذه المعادن الملح بدأت يعني تجري إلى نهر قارون، ونبهوا أساتذة الجامعات عن كارثة بيئية ستحدث في إقليم عربستان. واضح الصورة هنا أستاذ يوسف، يعني لو سمحت أريد أن أسألك على عجالة في دقيقة لو سمحت، يعني لا يهمه كيف ينظر الشعب الإيراني. تحدثت عن أن الشباب يدخلون إلى البسيج لمصالح شخصية أو لما بعد للوظائف، ولكن بشكل عام كيف ينظر الشباب الإيراني والمجتمع الإيراني بشكل عام إلى البسيج، إلى قوة البسيج؟ هل هو بعين الرضا أم عين السخط، ولماذا؟ أنا قلت القليل من الشباب يدخلون لأجل التوظيف وكذا، وهذه مش كلهم، بس في ناس يعني معتقدين ويعني يعتقدون بهذه المناهج وكذا وهذه، لكن المجتمع الإيراني في الواقع يعني ينفر ويكره هذه المؤسسة لما لها من أعمال إجرامية. يعني بدأت بغمع القوميات غير الفارسية من 1970، لما وصلت إلى غمعهم في 1969 قمعت الانتفاضة الطلابية في ذلك العام، وقامت بجرائم في الحي الطلابي، ومن ثم غمعت بشكل دامي الحركة الخضراء في 2009. فهذه الأحداث الدامية يعني أثرت على ضمير الشعوب الإيرانية، ويعني قلما ترى ناس يعني في إيران تنظر بعين الرضا إلى هذه المؤسسة الإجرامية التابعة للحرس الثوري. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ يوسف عزيزي من لندن، شكرا لكم على مشاركتنا في هذه الحلقة.